الحمص وبتتحط حلوه 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 عرضيه لمحمد محسن ابو جريشه، وما زالت الانياب الحقيقيه تظهر للدراويش في هذه اللقطه احبائي الكرام. وسيد معوض بلال على حد التنفيذ وشاط كوره على يمين صبحي، ادي في فرصه تلعب على طول في الجول، ولكن الدوري بعيد عنهم، خدوا اصحاب الزي الابيض. يا سلام يا معوض، ترقيصه جميله ابو جريشه بيعملوا عشان يلحقها، ويفوت بن اسلام الشاطر بلال وداخل جول بطاط، بيشوط من زاويه صعبه جدا، ابو مسلم بيفوت بنشاط وحيويه، وسامح حسني يا سلام يا سامح، فاضي خالص حسام وحظك حلو يا حسام، ومش حسام وبيلعبها لاسامه، وفي زقه لاسامه وريشه بيقول ما فيهاش حاجه. اسامه حسني وبلال وبيبو ثلاثه كلهم موهوبين ومهارات، يا سلام خلصها حلو قوي لابو مسلم، شفتوا عمل فيها ايه؟ اسامه حسني استلم ومول ورف ورجع وباص وضحك على الحرس الخصوصي بتاعه بالرشاقه والفكر العالي والمهاره العاليه. لا ولد مشروع نجم كبير جدا اسامه حسني. أسامة يبحث عن بلال، اتفتحت لك يا بلال، هات وخد، وفات كويس قوي الجمعة، ويخترق 70 ياردة طول ويوصل لمنطقة التفيت، وبلال كان عنده فرصة يشوف هو، وماشي أبو مسلم وبيلعب كرة عرضية، وادي جلبرتو وبيشوط جلبرتو، إسلام بيطلع وترجع بيحطها حمام، ودي خالد بيبو والكرة الطويلة لمحمد فضل، محمد فضل برأسه بيحطها جول، عملها خالد بيبو في الدقيقة 7 من الشوط الإضافي، تمريرة جميلة 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 جميلة، يا كرة وحلاوتها، يا كرة وإثارتها، يا كرة ومتعتها، تمريرة شرعية 100%، يا سلام يا فضل، يا سلام يا بيبو. ناحية الشمال للسيد معوض، الإسماعيلي يبحث عن هدف التعادل، وبيحطها جول، طلع عصام الحضري وفي وضع ما فيش التوازن بتاعه مستليم 100%، وتقع الكرة، يا الكرة وإثارتها، يا الكرة ومتعتها، مش ممكن، وادي التمرير السيد معوض العالية، طلع عصام الحضري مسكها وقعت من ايده، ولكن أسامة حسني عشان نشوف الكرة عدت ولا لا، عماد النحاس والحضري، والحضري يتألق وداخل جودة وجول، جول جميل جميل جميل، اسلام الشاطر والحضري وجول، اسلام الشاطر يصحح اوضاع عماد النحاس، الاهلاويه يتابعوا وائل جمعه وجول، وائل جمعه حطها حلوه 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 امام ابراهيم، وجول حلو جدا جدا سريعه جيلبرتو، وفوق وفوق حمص وعصام الحضري، حمص وهدف جميل جدا جدا هادي ومحمد صبحي وجول، الله يكون في عونك يا هادي والله. عمرو فهيم، عمرو فهيم، يا سلام يا عصام، يا سلام يا عصام، هنشوف احمد بلال، احمد بلال على التنفيذ، جول جول جول، انتهي هذا الماراثون على يعطي الاذن احمد بلال لقدمه اليمنى لتظهر في الاضواء، مبروك للنادي الاهلي فوزه بعد هذا الماراثون الطويل. هادي خشب النجم خالد بيبو، كان ابن الاسماعيلي وحفر تاريخه في النادي الاسماعيلي، حسن حمدي يهني فتح، مبروك النادي الاهلي واصحاب الزي الاحمر. ام وليد ضيف الشرف، وليد صلاح الدين ضيف الشرف، بيكرموا النادي الاهلي بتسليم الكاس في صوره وفي لقطه تذكاريه معبره جدا جدا. مكسب النهارده حط بنوده القدير فتحي مبروك ونفذها بانتظار، قول للعيبه